يقترب المذنب النادر إيسن الذي يتكون من كتل صخرية كبيرة من الشمس، وذلك بعد أن غادر المجموعة الشمسية منذ أكثر من 5 ملايين عام. ويختلف العلماء الأمريكيون الذين يتابعون الظاهرة عن كثب بشأن إمكانية بقاء المذنب متماسكا أثناء اقترابه من الكوكب الملتهب، مؤكدين أن دراسة رحلته قد تساعد في التعرف على نشأة نظامنا الشمسي. لو تفكك إلى قطع فقد يكون هذا أفضل للعلماء، لأننا سنصبح قادرين على رؤية المذنب من الداخل وتفاعلاته، وهو الهدف الرئيسي. المذنب يمثل نسخة بدائية من النظام الشمسي، ونحن نريد معرفة ظروف النظام قبل 4.5 بليون سنة. ويقول العلماء إن سكان الأرض قد يتمكنون من رؤية المذنب بالعين المجردة في غضون الأسبوعين القادمين، خاصة إن نجح إيسن في المرور بالقرب من الشمس دون أن يتفكك.